لا ينفك الاحتلال عن مواصلة تحركاته الاستفزازية على مختلف الصعد، فمنها ميدني ينتهك وينكل بحقوق الفلسطينيين، ومنها ما هو سياسي يحاول التنصل من الحقوق والتطلعات المشروعة لإقامة الدولة المستقلة. في اجتماع مغلق للجنة الأمن والخارجية في الكنيست، يطلق بنيامين نتنياهو تصريحات باتجاه العمل على محو قيام الدولة الفلسطينية، يوضح قائلا إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين. الرئاسة الفلسطينية ردت على الفور وأكدت أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن كلام نتنياهو يظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية. ومن بين ردود الفعل دعا بيان للخارجية الفرنسية إسرائيل إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها في العقبة وشرم الشيخ، فيما اكتفت واشنطن بالقول إن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين. لا جديدة أو مفاجئة في مواقف حكومة التطرف في إسرائيل، فهي تواصل العمل على سلب الأرض وتوسيع الاستيطان وشرعنة البؤر وتسمين المستوطنات غير آبهة بأعراف وقوانين، وفي تنصل دائم من جميع الاتفاقات والتفاهمات، فيما المجتمع الدولي يراقب ويحذر دون أن يحرك ساكنا. بالعودة إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي ذكر فيها بأنه يجب محو حل الدولتين، ينضم إلينا من مدينة رام الله دكتور نبيل أبو رديني الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أهلا بك. خطورة هذا التصريح دكتور نبيل وماذا سيترتب عليه؟ يعني أولا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في التحدي والاستخفاف بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية وبالمجتمع الدولي وحتى بالإدارة الأمريكية. هذه التصريحات كلها للاستهلاك المحلي الإسرائيلي، الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير قانوني وغير شرعي. ويعلم الجميع الجانب الأمريكي قبل إسرائيل أنه لا دولة سوى على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، والاستيطان جميعه غير شرعي، دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها. أما هذا العبث وهذا الاستفزاز وهذا الخرق الفاضح لكل القوانين الدولية وللاتفاقات المعهودة سواء مبادرة السلام العربية أو الشرعية الدولية، كل هذا التحدي لن يكون له أي نصيب من البقاء. دولة فلسطين قائمة على الأرض، إذا ما عبثت إسرائيل بهذه القاعدة فإنها تبحث عن حرب مستمرة مع الشعب الفلسطيني والأمة العربية. السلام بدولة فلسطينية مستقلة أو لا سلام ولا استقرار ولا أمن لأحد، والشعب الفلسطيني لن يرضى بأي اتفاق أو أي إملاء ما لم يرضى عنه الشعب الفلسطيني وقيادته التاريخية ومناضليه في كل مكان. الشعب الفلسطيني رضي بدولة على حدود 67، وهذه الشرعية الدولية، هذه مبادرة السلام العربية، ومحاولات نتنياهو تكريس الاستيطان وتكريس هذه الادعاءات لن يؤدي إلى حل، إلى أي حل. الحل واضح، إما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن
ولا استقرارا لأحد. لكن دكتور نبيل، أنت تدرك وتعلم علم اليقين أن إسرائيل غير معنية بإيجاد حل سياسي مع الجانب الفلسطيني، وأنها تستخف بكل المواقف، لا تقيم وزنا لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو قانون دولي أو لا شيء. هي تنشئ وقائع على الأرض، هذا صحيح، تنشئ هذه الوقائع، مما يجعل قيام دولة يعني فلسطينية ذات امتداد جغرافي أمرا يكاد مستحيلا على ضوء هذه التطورات. ولهذا السبب لن يحل السلام ولن تنعم إسرائيل أو ينعم أحد بالأمن والاستقرار. المشكلة الأساسية، وقد تفاجأ، ليست مع إسرائيل، المشكلة الأساسية هي مع الإدارة الأمريكية ومع كل الإدارات الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وتدعم إسرائيل وتدعم الاستيطان وتعبر عن قلقها بين الحين والآخر، لكن كل ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة. تذكر جيدا عندما جاء ترامب وقال القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، قال له الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية إذن الإدارة الأمريكية وترامب خارج الطاولة، وتوقفت العلاقة الأمريكية الفلسطينية 3 سنوات. الآن إدارة بايدن تتحدث عن حل الدولتين، تعطينا وعودا لكنها لا تنفذ. قالت مع حل الدولتين، قالت أنها مع الستيتس كو في الأماكن المقدسة، لكن الاقتحامات يوميا من المستوطنين للمسجد الأقصى. قالت الإدارة الأمريكية أنها ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية العربية ولم تفعل. الإدارات الأمريكية تعبر عن قلقها. استجبنا لكل المطالب الأمريكية وذهبنا إلى العقبة وإلى شرم الشيخ، وحصلت تفاهمات بموافقة الجانب الأمريكي وبحضور وشهادة الجانب الأردني والجانب المصري، وبالرغم من ذلك تنكرت إسرائيل لكل ما تم الاتفاق عليه. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية غير جادة. الإدارة الأمريكية لازالت معنية في تجزئة العالم العربي وإبقاؤه متناحرا، وتعطينا كلاما كلاما جميلا لكنها لا تنفذ أي شيء. المشكلة الحقيقية هي مع الإدارة الأمريكية التي تدعم إسرائيل سلاحا وتمويلا، وتستعمل الفيتو بمناسبة وبدون مناسبة في مجلس الأمن. وعلى المجتمع العربي والعالم العربي أن يعي تماما هذه السياسة. الإدارة الأمريكية قادرة على الضغط على إسرائيل إذا ما أرادت، لكن الإدارة الأمريكية غير معنية بالضغط على إسرائيل. الإدارة الأمريكية تعبث بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولو أرادت الإدارة الأمريكية، نحن لا نعول على الإدارة الأمريكية، لكنها الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي. وعلى الرغم من ذلك إسرائيل مستمرة في عدوانها مع صمت أمريكي وعجز أوروبي، لكن الشعب الفلسطيني كما قلت لك قبل قليل لن يسمح لأي مؤامرة أن تمر، لا دولة ولا حل حكم ذاتي ولا إمارة في غزة ولا مشاريع، أي مشاريع مشبوهة، إما دولة على حدود 67 بالقدس الشرقية أو لا أمن ولا سلام. ولن تجد فلسطينيا واحدا يرضى بما تعرض علينا فيه إسرائيل علنا وما تخطط له أمريكا وبعض الجهات الإقليمية في المنطقة. طيب سأتي إلى موضوع الجهات الإقليمية. على ضوء الانتهاكات الأخيرة المتعددة في الآونة الأخيرة دكتور نبيل، كانت هناك مطالبات للسلطة الفلسطينية أن تنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واليوم حركة حماس كذلك أكدت بأن تصريحات نتنياهو تستدعي من قيادة السلطة من منظمة التحرير إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية وما وصفته المفاوضات العبثية. هل يمكن للسلطة أن تتخذ قرارات أكثر جرأة؟ يعني أولا يجب أن يكون معروفا للجميع أنه لا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. عندما ذهبنا إلى العقبة وإلى شرم الشيخ ومع الإدارة الأمريكية، كان ذلك بالتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب أولا، ومع الإلحاح الأمريكي أنه لا بد من إعطاء فرصة ولو أخيرة. ذهبنا وأبدينا كل حسن نية وتوصلنا إلى تفاهمات، لكن إسرائيل لم تلتزم لأن الإدارة الأمريكية لا تفعل شيئا، وهي تعلم الإدارة الأمريكية ذلك. ثانيا، ليس هنالك أي مفاوضات مع إسرائيل،
وليس هنالك أي تنسيق أمني مع إسرائيل، وليست هنالك أي علاقة مع إسرائيل على المستوى الرسمي تحت أي ظرف من الظروف. إما أن تجلس إسرائيل على الطاولة التزاما بالشرعية الدولية وبما تم التفاهم عليه في أوسلو وغير أوسلو، وإلا ستبقى الأمور بهذا المسار. منظمة التحرير الفلسطينية لها قراراتها ولها التزاماتها ولها كيانها، ونستطيع أن نقول لك وبكل ثقة أننا أفشلنا كل المؤامرات، مؤامرة دويلة في غزة، مؤامرة الحكم الذاتي، مؤامرة ترامب التي أرادت تصفية القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني صامد. ليس لدينا سلاح سوى الصمود على أرضنا، ليس لدينا سلاح سوى الاستمرار في مقاومتنا الشعبية وفي مقاومتنا الوطنية حتى يزول هذا الاحتلال. هذا هو السلاح الوحيد. سلاحنا هو الشرعية العربية، الشرعية الدولية، التنسيق مع الأشقاء العرب، التنسيق مع كل أطراف المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا. والشعب الفلسطيني ليس أمامه أي خيار سوى البقاء على أرضه والصمود على أرضه والثبات على أرضه. وكما ترى لن تجد صوتا فلسطينيا واحدا يقبل التنازل عن القدس والمقدسات، لن ترى فلسطينيا واحدا يرضى بهذه المشاريع المشبوهة. سلاحنا هو مقاومتنا الشعبية وصمودنا على أرضنا، ولن نسمح بتمرير أي مؤامرة. هنالك مؤامرات كثيرة تجري في المنطقة، الحرائق تدب في كل مكان وبالتالي من حولنا، وبالرغم من ذلك نحن نقول للجميع أنه دون حل قضية فلسطين وحل قضية القدس فستبقى المنطقة بأسرها تشتعل. وللأسف يبدو هذا ما تريده الإدارات الأمريكية، لأنها جميعا أقامت علاقات معنا لكنها لم تنفذ شيئا مما تقوله. طيب، لن تجد صوتا فلسطينيا يتخلى عن القدس وعن الدولة المستقلة، وهناك أيضا في المقابل دكتور نبيل أصوات فلسطينية تطالب السلطة على الأقل تجميد الاعتراف بإسرائيل لحين قيام حكومة إسرائيلية تؤمن بحل الدولتين، بما أنكم منحتم الكثير من الفرص لكن دون مقابل. يعني اولا ليس هنالك اعتراف ولا تعامل مع الحكومه الاسرائيليه، نحن شعب تحت الاحتلال، هذا اولا. لكن المعركه القانونيه على الساحه الدوليه مستمره، وقرارات المجلس المركزي كما قلت انت قبل قليل على الطاوله بما فيها نزع شرعيه اسرائيل في الامم المتحده. المشكله الاساسيه هي مع كثير من الدول التي تقول لنا تمسكوا بالصبر وبالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، وحتى هذه اللحظة لازلنا متمسكين بذلك لأننا لا نريد أن نتحول إلى عصابة أو إلى مجموعة مسلحة أو إلى ميليشيا. السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني، هي الدولة الفلسطينية. أرادت إسرائيل أم لم ترضى، نحن موجودون على الأرض، قرارنا وسيادتنا وقرارنا الوطني المستقل موجود بين أيدينا. وفشلت كل المؤامرات تاريخيا منذ 74 عاما، قيادات بديلة، قيادات محلية، حكم ذاتي، حكومة في غزة، إدارة في غزة، توسيع غزة إلى أراضي خارج غزة، كل ذلك رفضناه ورفضته منظمة التحرير الفلسطينية. هذه هي سياسة منظمة التحرير الفلسطينية القائمة ولا زالت قائمة حتى هذه اللحظة. ومعاركنا السياسية مع إسرائيل مستمرة، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة أو في محكمة الجنايات الدولية، كلها موجودة على الطاولة، لكن هنالك ما يتم العمل عليه بهدوء على جميع الساحات وبالتنسيق مع الأشقاء العرب الأساسيين المعنيين بالقضية الفلسطينية. طيب، يعني أنت حملت الحكومة الأمريكية، الإدارات الأمريكية المتعاقبة المسؤولية عن عدم تحريك ملف التسوية وبالتالي الدفع نحو خلق أفق سياسي، والمجتمع الدولي وكذلك الدول الغربية الدول الأوروبية مجرد ظاهر صوتي إنجاز التعبير، لا تملك أنيابا، فالإدارة الأمريكية هي التي تحتكر هذا الملف، ولديكم تحركات على أكثر من صعيد. ما هو المطلوب كذلك دكتور نبيل ربما من الدول التي طبعت مع إسرائيل؟ كان المأمول أن هذا التطبيع يفيد بشكل أو بآخر تحريك القضية الفلسطينية.
يعني احنا نحن قلنا للجميع الحل هو مع الشعب الفلسطيني، لن يحل لهم التطبيع شيئا سواء فعلته دولة هنا أو هناك. هذه الدول العربية لن نصطدم معها، كل دولة لها سيادتها، ولكن في النهاية نحن كفلسطينيين ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي تقول أن التطبيع والاعتراف لن يقوم إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية. هذا هو موقفنا وموقف كثير من العرب، لكن يجب أن يعلم الجميع أن أي حل لن يرضى عنه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية فلن يرى النور. حاولت إسرائيل قتلا وذبحا، تقصف جنين ونابلس، ولجأت الآن إلى أساليب همجية ووحشية، ولديها حكومة تتباهى باليمينية وبالوحشية، لكن في النهاية القرار النهائي هو للشعب الفلسطيني وللقرار الوطني الفلسطيني المستقل. نحن الذين نقول هنالك سلام أو لا سلام في الشرق الأوسط، نحن الذين نقول ما هو مصير الشعب الفلسطيني، وليست أمريكا وليست إسرائيل. واجعلني أقول لك، أنت ترى ماذا يجري في كل الأراضي الفلسطينية، شباب في مقتبل العمر يهاجمون مستوطنات ويهاجمون مسلحين إسرائيليين بصدورهم العارية، شعب منزوع السلاح، وبالرغم من ذلك يعني خلينا أقول لك بالعربي الفلسطيني والأردني، لا معبي عيننا لا إسرائيل ولا أمريكا، لدينا شعب جبار صامد على أرضه لن يتنازل، وسنبقى صامدون. من أراد أن يقف ليساعدنا فأهلا وسهلا، من أراد أن يطبع فهو هذا قراره السيادي الخاص به. لكن قلنا لإسرائيل وقلنا لأمريكا مرارا أن التطبيع مع الدول العربية لن يجب السلام لإسرائيل، السلام لإسرائيل يجيء من خلال السلام مع الفلسطينيين. ماذا يفيد إسرائيل وأمريكا إن طبعت مع هذه الدولة أو تلك سوى مصالح معينة؟ لكن نحن نقول السلام يبدأ من القدس والحرب تبدأ من القدس، ولا سلام ولا أمن في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتعلم إسرائيل وتعلم أمريكا أن القرار الوطني الفلسطيني المستقل هو ما نحن ملتزمون به وبالشرعية العربية والدولية. أنا أشكرك من مدينة رام الله دكتور نبيل أبو ورداني الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.